الاهلي دايما هو حامل لواء البسمه والفرحه لجماهيره. لو الكره الافريقيه جت وقالت مثلا عايزين نقول للنادي الاهلي لقب او ندي للنادي الاهلي لقب، هنقول ايه؟ صاحب البسمه. النادي الاهلي هو صاحب البسمه، صاحب السعاده، صاحب السعاده لجماهيره، جماهيره اللي مش في مصر بس، جماهيره اللي في كل انحاء العالم. يمكن انا كان ليا فتره عشتها طويله في الغربه في امريكا، مش عايز اقول لكم قد ايه جمهور النادي الاهلي هناك، وقد ايه جمهور النادي الاهلي بيبقى حابب انه يعرف كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي ولاعيبته. وما تعرفوش قد ايه برضه لما كنا بنتجمع مع بعض عشان نتفرج على الماتشات بنبقى عاملين ايه، زي ما اكون في الاستاد بالظبط، زي الجمهور اللي هنا بالظبط. جمهور النادي الاهلي في كل حته، جمهور النادي الاهلي اللي دايما عنده ثقه في فريقه ومجلس ادارته ووراه في كل حته، على الحلوه وعلى المره زي ما احنا عارفين، وعشنا الكلام ده سنين وسنين وبطولات وبطولات. النادي الاهلي اللي دايما موجود على الساحه القاريه والعالميه، النادي الاهلي اللي دايما متواجد بين الكبار. لو حضرتك كمنافس ليا مش عارف قيمه الاهلي، اسال بره، اسال. لو انت مش شايف جوه نظرك على قدك، اسال بره، اسال بقى كبار اوروبا مين هو الاهلي، ازاي بره بيبصوا على النادي الاهلي.